مشاهدينا، وللحديث عن الاتفاق السعودي الإيراني والتشكيك الأمريكي بالتزامات طهران، معنا من ميشيغان الكاتب والباحث السياسي الدكتور رفعت الزبيدي. مساء الخير دكتور. دكتور رفعت، هل تسمعنا؟ هل أنت معنا على الخط؟ عفوا، نعم، حياكم الله، أهلا ومرحبا. مرحبا بكم دكتور. يعني ما الحاجة إلى هذا الاتفاق السياسي في هذا التوقيت بالتحديد، ولماذا الكثيرون لا يعولون عليه الآن؟ نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين الموقرة. طبعا التخادم المصالح أحيانا يفرض عليك الجلوس مع خصمك أو عدوك للتوصل إلى بعض التفاهمات، وما جرى إلى حد الآن هو اتفاق سياسي. هناك عداوة سياسية، لكن ماذا عن العداوة الفكرية من قبل النظام الإيراني الحاكم الذي جزء من مواده الدستورية؟ هناك مادة أعتقد 54 أو 58 في الدستور الإيراني تجيز بتصدير الثورة الإسلامية إلى خارج حدود إيران. ماذا عن هذه المادة التي أوجدت الميليشيات المسلحة التي هددت أمن واستقرار الدول في العراق، سوريا، لبنان واليمن؟ نعم. أعتقد العقوبات الدولية التي فرضت على إيران ربما هي من أجبرتها على الجنوح إلى التهدئة بعض الشيء. ولا تنسى أيضا أن المملكة العربية السعودية، وكما ورد في تقريركم، أيضا هي تعاني من حرب ضد الميليشيات الحوثية دفاعا عن أمنها الوطني، بل حتى حرب اجتماعية ضد المخدرات. لو تطالع الأخبار كم يتم مصادرة المخدرات التي تأتي من لبنان ودول أخرى، وطبعا من يقف خلفها هو إيران. الحقيقة أنا لا أريد أن كما نقول نستبق الأحداث، لأن الموضوع مرهون على أرض الواقع، وإيران دائما بعيدة عن المصداقية في هذا الموضوع. طيب، في هذا الإطار، هل مدة شهرين كافية لقياس مدى التزام طهران بالاتفاق مع السعودية؟ يعني على أي أساس سيجري إثبات حسن نوايا إيران تجاه السعودية والمنطقة بأكملها؟ في السياسة أعتقد ماكو شيء اسمه مثلا حسن النوايا، لأنه دائما يبقى التشكيك هاجس يعني بين الدول. ممكن يتصالحون، لكنه تبقى عدم انعدام الثقة. يعني مثلا عندك في الحرب العالمية الثانية، توافقت الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية مع الاتحاد السوفيتي الشيوعية فيما يتعلق بمواجهة دول المحور اللي يقودها هتلر في وقتها، ولكن بقي الهاجس والمخاوف من الفكر الشيوعي إلى أن تمخض عن تفكيك الاتحاد السوفيتي عام 1990. مدة الشهرين في رأيي أنها غير كافية، وأعتقد بالنسبة لنا نحن لدينا موقف ضد السياسة الإيرانية والاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، أعتقد ستكون فترة جيدة لمراقبة ماذا ستقدم عليه إيران، بمعنى أن هذه المدة هي المحك بالنسبة للنظام الإيراني. وأنا أشك، لأن إيران لديها مبدأ أنها تعطيك أقل مما تأخذ منك، وهذا يشمل ملف الميليشيات. طيب، هذا الاتفاق هل يعني أن إيران ربما تتراجع عن طموحاتها بالسيطرة على المنطقة بعد كل ما ارتكبته ميليشياتها من جرائم في سوريا، العراق، اليمن، لبنان، وهي ذات الميليشيات التي رفضت وضع يدها بيد السعودية في العراق؟ يعني هذا الموضوع مرتبط بسيكولوجية الفرد الإيراني، لنكن صريحين، يعني ليس من باب العنصرية مثلا ضد الشعوب الأخرى. يعني في سيكولوجية الإيرانيين دائما هناك انتقاص وتحقير للعنصر العربي، ناهيك عن الفكر الصفوي الذي يتنافى مع القيم الإسلامية، ويعتبر هو دخيل بما جاء به نبي الإسلام وتعاليمه وكذلك سيرته الطيبة المباركة.
فهذا الموضوع حقيقة من الصعب، أنا أشك. لذلك علينا أن نأخذ سيناريوهات أخرى تكون يعني تسير إلى جنب سيناريو الاتفاق السياسي، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية منتبهة إلى هذا الموضوع. في هذه النقطة بالتحديد دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يكون اليمن نقطة جوهرية في الاتفاق السعودي؟ وهل ممكن أن تجلس ميليشيا الحوثي وتوافق للقبول مع الحل السياسي الذي طرحته السعودية بإشراف الأمم المتحدة، وهي على طيلة الفترات السابقة ترفض أصلاً الهدنة الأممية؟ تجربة العراق إذا تلاحظ أن الميليشيات المسلحة بدأت تتغلغل في مفاصل الدولة العراقية، لا سيما في وزارتي الداخلية والدفاع. نعم. حتى لو تم حل الميليشيات الولائية في العراق، ستبقى إيران حاضرة في مؤسسات الدولة، وهذا سوف يشمل النموذج اليمني. نعم. يعني أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت. نعم. طيب، بالتطرق إلى الموقف الأمريكي بالاتفاق، لماذا لا تبنى آمال كبيرة؟ وإلى أي مدى تتحمل مسؤولية تغول إيران بالمنطقة وتسليمها إلى العراق؟ لماذا لا تتحمل أمريكا الدور أو المكانة أو المكان الذي وصلته إيران في هذه الفترة؟ توافق المصالح هو الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تتعامل أو تغض الطرف عن السياسة الإيرانية العدوانية، وإلا بماذا تفسر أن إيران دائما تهاجم الناقلات النفط التي تحمل علما ليس أمريكيا أو دولة مثلا معادية لإيران في الظاهر في منطقة الخليج العربي؟ نعم. السياسة الأمريكية سياسة مزدوجة، ولذلك أنا أعتبر أن الخطوة السعودية هي جاءت صفعة كما عبرت عنها وسائل الإعلام الأمريكية بوجه جون بايدن، أن المملكة العربية السعودية أرسلت رسالة إلى أمريكا: نحن حلفاءكم في ملفات مهمة وخطيرة في الجانب السياسي الاقتصادي الأمني، ولكنكم تتعاملون مع إيران تعاملا ضعيفا لا يتناسب ومصالحنا الحيوية في منطقة الخليج ودفاعا عن أمننا القومي العربي. خطوة جيدة من المملكة العربية السعودية، ننتظر نتائجها على أرض الواقع. طيب، بالتطرق إلى الصين، ما الذي لديها لتقدمه في هذا الاتفاق للضغط على طهران؟ وكيف نفسر هذا الانقضاض الصيني المفاجئ على منطقة الشرق الأوسط؟ هذه يعني أنت لاحظ أنه هل من المعقول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بالتمدد الصيني في الشرق الأوسط الذي يعتبر هو خط أحمر؟ هناك صراع أيديولوجي وسياسي واقتصادي بين المحور الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك روسيا والصين. التمدد الصيني في منطقة الشرق الأوسط أعتقد سوف يشهد مرحلة جديدة، هو أخطر من موضوع الحرب الباردة، وهذا هو السؤال الذي يمكن أن يطرح: هل فقط منطقة الشرق الأوسط مهمة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين فيما يتعلق بالبترول؟ أنا أشك في هذا الموضوع، ولذلك هذه المسألة سوف تتغير معادلتها بعد وصول الجمهوريين إلى البيت الأبيض. من ميشيغان الكاتب والباحث السياسي الدكتور رفعت الزبيدي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.